الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكت، حمل سائلة ناس، واجع راس، ضغط الضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تا تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت، بو عالصبح معجوب عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة، أخر بوصل محبون حمياني البواكير، تا انساها الهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتنورة وجزداني على لون الشوسير، فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور، ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور، أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي، أكبرك يا ماما، عم بفلح مثل السطلي وما عم يطلعولي شي، ايه والله يا سطلي، قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ايديور، ما بتهر من البيت بس يبلش كوميكاتور. مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم من كوميكاتور. اول شيء بحب اقولكم هابي نيو يير، وان شاء الله تكون سنة حلوة كلها حب ونجاح وسلام وبحبوحة للجميع وللجايز كمان. هاي هابي نيو يير. نحن بدنا نقول لكل المشاهدين الكرام عبال كل سنه ان شاء الله هالسنه بتكون سنه خير علينا وعليكم، ان شاء الله سنه 2015 تكون راحت مع كل الزباله تبعها وكل المساوئ تبعها، ونحن بنعدكم كفريق كوميكاتور سنه 2016 رح نجرب نفوتكم اجمل ضحكه على قلوبكم. تكبير يا انطون، بستاهل زقفه، بستاهل زقفه. برنس، انت كيف كانت سهرتك؟ اسمي جورج. باري، بس كيف كانت سهرتك؟ والله سهرتي كانت بتعقد، بس كان بتكون احلى لو كنت انت معنا يا ستيفاني. قلت لكم مش متذكر شيء، ما انا كنت سهراني معك جورج. ريس كانت معكم. لحظه، كيف انا كنت معكم؟ انت؟ ايه، وهي كانت معنا. وانا مش هيك سالته. كان عيد ميلادك، جبت لك الكادو مكتوب عليه هابي بيرث داي والفاير والقصص. لحظه ما معي خبر شيء منهم. هو ما هو بعد رابع عنين اكيد من الوقت يطلع شيء. طب شوي، اي رابع عنين اسكت. دخل جورج سؤال، انت عيد ميلادك عن يوير؟ ايه، انه هيك الله خلقني يعني. واو، بس كيف مساقبة؟ لا مش بس هيك، عملت وناسي كل شيء. ليك اذا عيد ميلادك عن نيو يير خيي، يعني اهلك بقدار كانوا مولعينه. ضحك انت، ضحك على اساس تحيه، وجهله تحيه على اساس انه نكته، انه حكي على الاهل مهضوم. لا بس انه هي حقيقه واقع. طيب ليك خليني اسالك سؤال، دخلك انت اهلك مش قريب وقرب لازم؟ شو لازم بس انه ايه بيقرأوا بعض، بس قرايب يعني ولاد العم، انه هني ما كانوا بيعرفوا بعض يعني، بس انه بيقرأوا بعض. ايه مزبوط. اوكي، اهو بعرفهم هون السبجكت ببلشوا هيك بدهم يتخافوا. ايه، لوين بدك توصل يعني؟ لانه بيقولوا انه اذا اثنين قرايب بتجوزوا بعض بيطلعوا الاولاد. لا جورج، بلش مشكل. اوكي، شو قلت لك؟ كيف ما فهمت؟ لا زرا ستيفاني، شو قصدك ريس؟ شو قصدك ريس؟ لحظة طولي، غير ما ياخذ وحدة على نفوخة ما بيمشي حاله. اسمعوا شوي ستيفاني، انت بتشوفيهم، خلينا نبلش سنة جديدة، ما بتتساءل، صوروا لحالكم. في ستيفاني، انت بتشوفيهم هيك بس طوني وجورج قلب واحد يعني. من فترة طوني كان عامل مشكل، ما تشوفي جورج ركض عليه هيك للزلمه، شيل ايده هيك وسلم عليه، قال له مرسي حبيبي، فش كلك فيه قد ما بدك، قلب واحد. ياه وضوم. خلينا مشاهدينا الكرام بس هيك، لانه اجواء كثير مشحونه انا وخيي ابو جريج على السنه الجديده، نطلع سكتش وبنرجع. باي ايه باب، شو عم تعملي؟ بلعب على اللابتوب. برافو بيي، بحب انه تخبريني. اوكي بيي، شو باب؟ شو عم تعملي؟ عملت لوج اوت من اللابتوب، عم سكره. برافو باي، بحب انه تخبريني. اوكي باي، يا باي، شو باب؟ شو عم تعملي؟ بس بي اجري شو صير. برافو باي،
حبن وتخبريني. اوكي. بعدين ها شو الشعرات شلتي لي اياهم لفوق؟ حلوين درجين هيك. حلوين، ما عندناش بنات بيرفعون لفوق. يلا من وجهي. يلا من وجهي برجع بحكي. جاوي بقى. جيني اخر زمن. بيي انا فيلي. انا فيلي؟ والله هيك عم بتقولي لي ولا بدك تطلبي اذن؟ اذن؟ باب مين بقى بيطلب اذن هالايام؟ شو اولد سكول؟ بدي خبرك انه انا فيلي واخذت 500 دولار من ساكك يلا تك باي. برافو بيي، بحب انه تخبر. 500 دولار يا بنت، تعال هون ولا اذن كمان؟ عن بيي دي الاخر زمن. شو باكل ايه؟ تقلى منيح شكلك. قد قد شو باك؟ شو مطولة معك انت الخبرية شكله؟ بيك شي عم تضحك؟ خلص شو بيك مبين ما بدك تضحك بقى؟ زعلت؟ لك اضحك اضحك تضحك لك الدنيا عم بمزح. لا شي ما زعلت بس عم خبر حالي نكت. اخر وحدة بايخة ما بتضحك. معقول يا زلمة انت؟ لك في شي حدا بخبر حاله نكت؟ خي انا بحب خي انا بحب نكت مع حالي، ما بحب حدا ينكت. ذكرتني بحالي امبارح واقف قدام المراية عم بمزح مع حالي فجأة قلبت جد، قلبت مع حالي. ليش ليش في حدا بيمزح مع حاله؟ ايه انا. طب ليك بدي لك شغلة. شو سقعت؟ ايه ايه ومسكر الباب. قدينا قدينا. سكر سقعت. على جربول. نرجع معكم مشاهدينا بهالفكرة. بدنا نحكي عن القرارات المصيرية بتقررها العالم، بتعرفوا دايما على السنة الجديدة في ناس بتكب قراراتها القديمة وعندها قرارات جديدة بدها ليستا للسنة الجديدة، شيء مهم بيكون. انت شربول شو مقرر تعمل بال 2016؟ يعني هلا خجلتني انطون بس انا ما في انه بين استحيل. انا صراحة قررت انه نصح حسابي بالبنك وضعف حالي. good luck ان شاء الله تزبط معك، ان شاء الله ما يضعف حسابك بالبنك وانت تنصح. لا لا ان شاء الله لا شقلبه ومشكلة خي ما ينصح بالبنك بس ما انصح. وانت ستيفاني؟ انا قررت انه السنة new year resolution لإلي رح تكون thank you for your new year resolution انه كل شيء عم بزيده وعم بيأذي العالم بدي خفف منه خلص من يوم ورايح. خي مثل شو؟ الجمالة. ولك دخيل هالجمال ومعك حق. شو التواضع صراحة يعني كرمال الناس اللي معهم سكر وضغط لا يتحملون هذه الكمية من الجمال يا عزيزتي. أستاذ مندور. أستاذ العرب. لا معك حق ستيفاني لازم. أنا صراحة بدكم تعرفوا؟ يلا خبرنا. لأنه بلشت انت يعني بدنا نعرف شو قرارك. رح خبركم انا قررت اني اعترف بحبي لستيفاني. هل تقبلين؟ زغوطة من اما وبيت هاي المجلة نفعت. كيف هالبقعة؟ شو؟ هيدي كادو أحلى كادو للي. والله حلوة التفريشة سنة 2016. ليك أبو جاز جارب سنة 2017 معه بركة ضلت يا جاي تسنجل وراي يعني. دوني ما سألناك أنت شو أخذ قرار؟ أنا أخذ قرار كتير مصيري. حلو. كل اللي كنت أزعجهم بال 2015 أول مرة عم بقول عبر التليبان سنة 2016 رح ضلني عم بزعجهم.
ليه طوني ليه حسك مريم كلينك؟ طوني شو؟ ليه حسك مريم كلينك؟ انه كل حدا بيزعجني بدي ازعجه وكل حدا عمل لي بلوك رح اعمل له بلوك بس كنا بدنا نسألك بس سألناك قبل شوي ما عندي عنتر هيدا المشكلة هي الفرق بينه وبين وفرق شتلك طوابي اكيد يعني ابو جرج بما انه جبت سيره البوكس اللي رح تاكله نحن محضرين للمشاهدين بوكس بس المره سكتشات توقعات عن الفلك مع ناس كثير بتحبوهم خلونا نحضر وتشوفوا مالنا بوكس متحضرين ان شاء الله ان شاء الله يقولوا لي رح تتجوز كوميكاتور جار توفيق يا حبيبي يا جار كيفك يا خيي طمني عنك الحمد لله رواق تمام قولك خلص شو بك طول بالك شو في ما في؟ مشتاق لك حبيبي انا بالاكثر منيح اللي تلاقيت فيك لانه امبارح شغلت لي بالي هذا الصريخ عندك بالشقه شو هيدا كان يا جار عندي ما تعطى الهم يا زلمه هيك خناقه على الخفيف انا والمره تعرف عم ربيها خناقه على الخفيف ما بقي حدا ما سمع صوتكم يا جار بعدين لا وين المساواه بينك وبين مدامتك شو بتقلي عم تربيها عيب عيب يا عيب شو هالحكي هيدا اللي حكي الصالونات مساوات وما مساوات تسلم للنسوان لازم تربيهم لازم تقرصهم عجينهم لازم ترصهم او سي با بوسيبل يا جار سي با بوسيبل بكره بيقوموا عليك الجمعيات هول بيطالبوا بحقوق المدام والمراه يعني انت اليوم لازم يكون في مساوات بينك وبين مدامتك انا شوف شو عطلين هم الجمعيات وشو بدهم يقعدوا يحكوا خلصنا يا جار بدك تفرض وهرتك اتعلم مني معلي انت مجوز قبلي وعندك خبره اكثر بدك تفرض وهرتك طيب خليني احكي يا جار يا جار امبارح دقوا علي الجيران قالوا لي اطلع شوف جارك فوق بالرابع انت بتمون عليه لو ما لعبوا الحياه بدي اطلع دق عليك شغلت لي بالي هالعيط والصريخ يا جار ايش تدق علي ما كلهم هالصوت اجت بدها تطلع جورج وينك فلتين هيك هيك شو عم تعمل ما هوك هيك ما كفاك الاكل والضرب اللي اكلته امبارح بالليل يا حياتي ما انا شو حياتي شو قدامي يا رجال ها سمعت قالت انه انا رجال اعترف قلني على كم تخيل شيء مش هيك يا جار بدك تطول بالك عليها تبقى شوي شوي مساويت بونسوار رجا هاي رودولف اهلا وسهلا فيك شو هالدقنة الحلوة من بنتيرك دقنك وعامل نيو ستايل حبيت شوي هيك طول دقني وتكون شوي غير ستايل عنك خلينا نبلش نلحب شوي بضيفتنا لليلة ضيفتنا لليلة هي من عالم الفلك والكواكب كل مين نط على كل كوكب هي ست ناجي فرح بونسوار ست ماجي شكرا واهلا فيكم بونسوار نعم ست ماجي خبرينا شوي هيك عن شو مخبيت لنا الابراج يعني للاشهر والايام الجايه برج الثور رح يكبر قرونك بعد اكثر السنه مش من ورا الكالسيوم والحليب اللي عم تشربه بل لانه حبيبك عم بيظهر عليك يا عم تسمع ركز على الهوى نحنا بليز بيمني اقول لك مسيو انه مدامتك مش من برج العذراء هي من برج العقرب برج العذراء عم بيكون نادر كتير هالايام ما عم نلاقي منه غير بمتحف جنوب افريقيا وبالاهرامات في مصر بلاقي كتير مهم هيدي الشغله رودولف حب اسال هون دافتنا يعني قصدك ست ماجي انه ما بنلاقي منه هذا البرج الا بس بالصومال برج الاسد برج الأسد السنة رح تكون كتير متقلبة معك ما رح يطلع صوتك والأسد رويداً رويداً عم بتصير بزينة ما دوم بتريس تناجي عم تأكل كمان عن اركزي يا بيس اركزي إذا بتريدوا خلوني تابع بالنسبة لبرج الدلو برج الدلو السنة رح يتفاهم كتير مع الحوت أجعدك دلو اي دلو بيتحمل اكتر من سمكة صغيرة او قريتسي نانا ست ماجي عن جد دايما بتجينا بافكار معينة دايما بتجينا رجا واخيرا بالنسبة للدلو والميزان ما عندي علم الكونكشن بطيء قصدي بعدها مو بامي لانه اورانوس عم بيتجازم مع نبتون وفتكوا بساتور وفاتوا بزحل وبعد ناطرة المتشاكسات الفلكية ايه ما معروف اورانوس مين بزحل مين رجا ايه رودولف رجا ايه رودولف كتير لبقت لك الدقن رجا ايه مزبوط نحن على الهوا بس انا عم برجك في مجال اعرف شو مخبي لبرجي بهيدي السنة الجديدة عاطفيا برجك بيتفق مع الحوت يا انا الحوت انت الحوت انا الحوت خلاص بعد الهوى
تحت الهواء مزبوط. لكن خلينا نعجل ونختم هيدي الحلقه اعزائي المشاهدين. نحن وصلنا لهون لنختم حلقتنا لليله، مش عم بعرف احكي رجا. بنتشكرك ست ماجي فرح على هيدي المعلومات القيمه، وملتقينا بالحلقه اللي جايه. ميرسي باي. ميرسي ست ماجي. نعم ختمنا. نعم شو عم تعمل ست ماجي؟ رجا خليك حدي حبيبي. شو عم تعمل؟ انا مش من هيدا العالم، صار لازم سلع على كوكبي. خفت رجا. خفت انا كمان رجا. رودولف رجا. نرجع مشاهدينا الكرام من سكتش تنحكي هلأ عن هذه بهذه الفقرة عن الشوبينج اللي بيصير على رأس السنة. يعني أنا الشوبينج بعتقد عند العالم بيعرفوا شيء، وعندي أنا بعرفه بطريقة غير. It's totally different، شيء كليا غير. بحس إذا ما حطيت ثلاث معاشات لقابضهم آخر ثلاث معاشات ما بيكون في عندك نيو يير، ما بتبلش سنتك بخير وسلام. لا مزبوط عم بيحكي حرزانة يعني. أسعار خيالية بتكون يعني، وبالتان الشهر بيضرب السعر 90% 90% باثنين شهر تلاقي العالم واقفه بالصف مثل اعاشات يا معلم. صح. انا نزلت على عيد كان بدي اشتري بوتين، وصلت لعنده مسيو قلت له بليز بدي بوتين، قال لي بقي عندي فرده وحده ومن هالموديل. قلت له كيف فرده وحده؟ انه وين جبتيني فرده؟ قال لي ليكي انا بالعيد ما لحقت بيع كثير كثير، بعد بدك بوتين انا بو ما عندي اعطيك، بدك جرب الكنز روحي خذيها. جايز جايز انا على فكره عجبتني ساعه ما تتخيل شو حلوه، نزلت بدي اشتريها بس ثقبت انه على الاعياد صار حقها دوبل، فقلت له تنهبل يا صبي على الهبل وتقعد تك مصرياتك اعياد وبدك تسهر وعندك 100,000 شغله. تركناها قبل بليله من نيو يير، بفوتوا اهلي هيك حاطين ايدين ورا ظهر، مين عنا نحن غير ابو جريج؟ مين حبيبي؟ انا طلعت انه يي جايبين لي كادو دغري، عرفت انه هيدي الساعه مدي ايدك تشوفها، بيقطني بهي ايدي دغري وبقلم البيكي بيرسم لي الساعه مثل هي ذاتها. لا والله حرام معطر. منيح منيح المعضك قال لك هيدي ساعه. اتنكتوني على هيك شيء مأساوي. ليك ابو جراج نحن حالتنا كمان ما كانت كثير ميسره هذيك السنه، يعني هذيك السنه البابا قالنا انه اذا بتقعدوا عاقلين على راس السنه باخذكم فرجيكم العالم كيف عم بياكلوا برجر. حياتي بدي بوسم مثل جورج. لا عم بيحكي عنه طوني مزبوط، لانه حتى القصص كمان كثير بتغلى عن يوير، يعني كيلو البطاطا بصير عندك ب 20,000 بيجي مقشر خالص هذا بس بيقلي حاله. والاهل بيوصوا على اسامي اكل غريبه، جيجو بايلا، بتحس انك ايطالي عشوائي. اهلي قد ما بيحبوا البايلا ما تضحك علي، كان بدهم يسموني بايلا. لا صراحه ما رح نضحك لانه كثير كان حلو انه بايلا عطلة احلى من ستيفاني عطلة. ايه راكبه اكثر يعني. هاي بايلا. للسهرات كيف بيتغيروا اسعارهم؟ يعني حتى بتلاقي حيلا الزاويه صار فيهم يعملوا سهره فيها. لاحظين هالشيء؟ جارنا الدكانجي كان فاتح على راس السنه اوبن بوفيه، اوبن موز، اوبن ارنبيط، اوبن تونه، 50 دولار على الراس والحمام متوفر. هلا بما انه كنا عم نحكي عن القرارات المصرية كل حدا منا اخذها على راس السنه، كمان كاميرا كوميكاتور نزلت على الطريق وسمعت اراء العالم شو اخذوا قرارات على سنه جديده. خلينا نسمع الاجوبه بهذا الريبورتاج. شو القرار المصيري اللي اخذتيه مع بدايه السنه الجديده؟ لان احنا هلا صرنا بال 2016، شو في قرار مصيري على الصعيد الشخصي قررت تاخذيه؟ بطلب السلام والوفق والمحبه والرخص، هاي عم بطلبها من ربي لكل العالم. عم ظبط التيكيتات وباسبورات لحتى سافر تهاجر، شفتهم؟ قررت اتجوز هلا اول سنه. وماشي حالك؟ ايه الحمد لله. الشغل منيح؟ كتر خير الله عقبالكم. عقبالنا بشو؟ تتجوزوا كمان. رايح على البرازيل. هاي برازيل شفتوا الباسبور البرازيلي؟ ليه البرازيل احلى من لبنان؟ 600 مرة. ما اخذت مثلا قرار انه ما بقى تزعل مدامتك، انه تعمل لها اللي بدها اياه؟ لا هي المهم هي ما تزعلني. انه يمشي شغلي هيدا وهالبلد ترتاح. مجوز حضرتك؟ في رئيس جمهورية. ماني عم فكر بشيء. ليه هالضغوطات النفسية؟ هل عم تاكل قتلة يوميا من مرتك؟ يومية هاي. يومية شو عم بيصير؟ قتلة. من مين؟ من المرأة، كاس على كل الناس. مسافر، دخلنا شباتة بقبرص أو باليونان. أنت ومين؟ أنا وعائلتي، نهاجر. مقررة مثلا ما بقى تزعلي لجوزك وتعملي ما قررت ما بقى زعله. بدك تزعلي على ايه؟ بونجور. بونجور يعطيك العافية. اوكي ميرسي باي.
بصير عندي وقت صلي اكثر. صلاه؟ ايه. شو بدك تطلبي من الله مثلا؟ انه يا رب شويه مصاري زياده شوبينج ما شوبينج؟ لا 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 مش هالي مش هالي، ما هو اذا بيعطينا نعم هو اهم شيء، اهم مصاري واهم شوبينج. بصير هيداك كله سنوي، بصير هيداك هاي نجيبه. بيكون في سلام اكيد بالوطن يعني بلبنان وبكل العالم يعني. انا برج القوس، ف 2016 حتكون كثير نحس علي، كل شيء تحقق عندي شيء شخصي يعني. معقول تكوني قررتي انه لا ما لي في قصص ابدا بالحياه، هالمره بدي خفف شوبينج؟ اكيد اكيد، بس انه الضروريات اكيد بدك تشتريهم يعني. ميك اب شوبينج سفر كمان، السفر بنخففه شوي. ما بعمل كتير شوبينج. خففوا شوبينج؟ ايه مثلا خففوا طلب او كذب. نخفف شوبينج ايه اكيد. مهضومين كتير اجوبة الريبورتاج مثل العادة. في مسيو انا بس لفت لي نظري طلب انه يتجوز السنة، ان شاء الله يكون وجهنا خير عليك. انت اذا تجوزت السنه مسيو نحن بدنا نرجع على عرسك، بدك تعزمنا؟ ايه رح غني لك وهن بدهم يدبكوا. تمام نحن ان للبارتي. ايه بس في كمان انا العم لفت لي نظري كمان اللي قال انا امنيتي انه هجر على البرازيل، انه يعني ما بعرف شو بدنا نقول لك، بس ان شاء الله بتتغير هذه الامنيه لانه تحسن شوي بلدنا وتضلك عنا كمان. بس تحضر كوميكاتور يعني. أنا في مدام كانت عم بتقول إنه السنة الجديدة رح أتفضى شوي أكتر لربي، ما رح أتساءل مثلكم، رح أقلها برافو مدام، هيدي ستاب كتير مهمة اللي أخذتيها وأنا شخصياً بأيديك. حبيت كتير بعض الصبايا اللي كان تعليقهم إنه بس سألتهم إنه إذا معقول تخففوا شوبينج، إيه إيه منخفف شوبينج وميك أب وسهر، إيه وسفر حتى ما بهمنا. انا على ثقة انه رح تخففون مثل العادة يعني، هيدي من ايام توت عنخ امون انتو عهدوا بهذا الشيء وما بحياتهم صدقوا. دغلك جورج كنت عم تقلي انه حتى نحن كمان عنا امنيات على ليلة نيويير لما تكون سهرانين بدنا نطلبها من قرايبيننا ما بقى يعملوها. صحيح، لانه بيعملوا قصص هيك كتير مزعجة ليلة راس السنة يعني لكل الاهل والقرايب والاصحاب. انا عندي امنية، بليز بليز كل الاهل ورفقات اللي بيسهر معهم على نيويير، بعرف الاكسسوار حلوين وبيسلوا بس هيدا الفتش بدايه كلمه هوتو هيك قصدك يعني؟ ايه مزعجه. اذا ما سمعت على الدوره اذا بدك اذا ما سمعتيها برجع بعتلك اياها. شو ما بقى بيقعدونا السنه الجايه تضرب بالدينه بليز، عن جد هي بكرهها اكثر شيء. انا السنه الجديده هيك كل واحد فتح قلبه يعني. للسنه الجديده، للسنه الجديده على نيو يير بدي شو اتمنى؟ بدي اتمنى انه ليلة راس السنة السنة الجاي بس تكون سهران. شو بدك انه بدك ما حدا يتقلها شرب وشرب، انه ما حدا مش بس يتقلها شرب وشرب، بدي مش كل واحد يسكر يجي يشكي لي همه انه هو ترك صحته ويخبرني انه اوكي انا بسمع منيح بس مش ليلة راس السنة بليز يعني. مزبوط. اوكي مش كل وحده تركت صاحبها تيجي بدها تبكي على كتفي وتقول لي توني انت ما في جمالك وبدي اظهر انا وياك، مش كل وحده يعني. اوكي استفهمني فهمني فهمني ما تصدقوا بشي عم بيقولوا. انا كمان يعني بلا ما هو حق شيء بلا ما هو حق. جورج شاهد. انا فيني اقول انا شو بتمنى؟ يلا قول خلينا نتمنى. انا بتمنى انه كل صوره بنزلها على انستغرام وفيسبوك انه تزيد عن الميل، لان عم بيوصلوا ل 95 96 لايك على الصوره وما عم بيزيد. لشو خاصه هيدي بامنيات الديك اللي نحن عم نفوت فيها؟ عم نحكي عن البنات. اسمعوا اسمعوا ملا امنيه، انا يعني عن جد بتمنى من كل قرايب السنه الجايه يعني على سهره نيو يير انه بس طلب صغير على الكاونت داون تنسمع الفايف والفور تنعرف امتى مزبوط حتبلش السنه الجديده، ما توقفوا حد خمسه اربعه لانه عن جد ما يعني ما بسمع. لا حلوه انا هاي بعملها بس ما بسمع امتى يعني ما بقدر اعرف امتى. انا بدي اقول لك اللحظه اللي تقبلني معك السنه الجديده كلها تنبسط فيها، هلا وقفت على هيدي السنه ما بقدر. حساس. طيب لكن مشاهدينا مع هيدي الامنيات اللي تمنيناها بنتمنى لكم سنه جديده حلوه كلها فرح وسلام وبحبوحه اهم شيء، وبدنا كمان كفريق وصحة. صحة. بدنا كمان كفريق عمل كوميكاتور ممثلين وبرودكشن وميك اب ارتست والكل والكرو والمصورين نتمنى نقول لمخرجنا بسام خويري هابي بيرثداي. هابي بيرثداي ان شاء الله يا رب تضل صحتك بس نحن العيد شاربين يا فوت على الكادر بس صافوت صافوت عامل 100 عامل 100 تاخرين شويه.
يلا وين الموجه وين الموجه وين الموجه وين الموجه يلا قص قص يلا كوميكاتور يلا شباب عقبال المية عقبال المية شو تعمل خوفا انا مش من هذا الكوكب برج العقرب والميزان بعد ما عندي علم الكونكشن بطيء قصدي عفوا بعدها مبهمة لانه اورانوس عم بيتفاجز مع نبتون الوضع كتير حساس كتير ستريس ركض براكات حمل سائل تنس وجع راس ضغط بضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بو عالصبح معجوب عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة أخر بوصل محقون حمياني البواتور تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور والتنورة وجزداني على لون الشوسير فضت لي كل جيابي حتى تلبس سينياتور ضحك منا حرزاني وحدار الكوميكاتور أنا أمي قالت لي المستقبل أهم شي أكبرك يا ماما عم بفلح مثل السطل وما عمي